عسلامة. كنت نجم تعرفنا بروحك؟ أيمن فانسيتون من منوبة. هيك هاو. شنية تعرف حياتك؟ نخدم ريبريزنتون كوميرسيال. شنية الحاجات الباهية اللي تتفكرها في الليكس متاعك؟ في الليكس متاعي؟ هي. لازم نقول لك هاي حاجات الباهية. رحابة الصدر. كيفاش رحابة الصدر؟ بطر. هكا صاحبي رحبة الصدر الاكس متاعي عندها صدر رحب، معناها كي تحكي لها حكاية تفهمك، فهمت؟ بصدر رحب كي هي تفهمك. علاش بعدت عليها؟ معناها نورمالمون احنا في الدنيا دي نلوج على البارتنير اللي يفهمنا. لقيت رحبة صدر خير من اللي عندها، معناها فهمت؟ صني روحك مزهار هكاك العشية شربة ما فهمش مغارف معناها انت ما شاء الله سافا تو تسلك باز تو تسلك باز اكيد معناها هاي نكمل نحكينا عن الحاجات الاخرين البية فيها. عندها كيف باش نقولك خلفية اوروبية، بمعنى بمعنى كلمك غامض سهل. خلفية اوروبية نورمال عادي. خلفية أوروبية فيما بما يعني خلفية أوروبية، معني الخلفية نتاعها تلقاها في الأوروب، فهمت كيف؟ مش متاع تونس جملة. شنية الخلفية؟ فاش تتمثل الخلفية هذه بالضبط؟ تمثل عليا تسلفية كي معني العباد تفرج فيا. أنا نسأل وأنت تجاوب. عثماني تسعد أجي منك هي تو. كيف؟ تسعد هي أجي منك. نجي لجنب الآخر. هنكمل الانترفيو سي على بيه. عندها خلفيه اوروبيه كيفاش نفسر لك؟ معناها خلفيتها تلقاها في الاوروب مش نتاع تونس، فهمت؟ خلفيتها كي بلي درت في تونس ما فماش خلفيه، كي لقيت خلفيه مخير كيف كيف بدلت مخير مخير بيه. معناها انت بدي شهيل بدي كل الناس كل لك نسالو الناس كل الناس كل ما تشوفش بالعشره هكا و تراسه هي الحب هذه العشره اللي تبيع مره طلعت تسعه ما طلعتش عشرة معنا. جملة ما طلعتش عشرة طلعت تسعة تسعة طلعت هيك والحب الحب يعني قلت لك الحب يتبني على الخلفية الأوروبية على رحابة الصدر. الحب احكي لي معناها مثل ما حبيتهاش عشت معاها برشا حب كنت فرش فيا هي عشت معاك برشا حب شي اسمها هي لازم نقول اسم هو عليا باش تستيح عليا كي ليا اسم يا اخي كيما الاسامي الكل عادي ليا بالرسم ضروره كي تقول على اسمها ضروره فهمت كيف هي خاطر تنجم كيما نقولوا الخلفيه الجديده اللي هي خير من الخلفيه القديمه تلقى الاسم ماهوش هو وندخل ونبدا نعطي اسم اخر وناسي فهمت كيف هي اها وكيكا نتمهمشوا ندخلوا في خلفيات اخرى كيكا تولي خلفيه عربيه فهمت كيف هي معناها انت عاطي معلومات بالغلط صحيح وانت وثقتني تو والله انا نسال فيك وين نجاوب فيك سالتك عادي وين نجاوب فيك جاوبك ليش ما تكونش صريح نتعب تعب تعب يخليك ما تكونش صريح تعب الصراحه صراحة تعب لعبك انك تكون صريحة مع انسان تبدأوا من الاول معناها على قاعدة معناها كل واحد واضح في حياته ما يكذب بحد شيء معناها تمشي للعلاقة مليك نحاول انا خديت ما عندك الفكرة نحاول على خاطرك باش نكون صريح من الاخر انت باقي تلعب ليه عاد بدل ليه هذا رايك انت انت قلت لي بدل انت مشيت فيا تو صحيح بدل ايه كلاسه اللي عرفتها شنيا هكا باش تتحط في ليه شو انت قلت لي لقيت خلفيه مخي بدل كي نلقى مخير ما زلتش نزيد نبدل متاكد باش تلقى مخير تقطع ما نخممش اي حد هكاك العباد الكل هكاك تشوف فيها اسهل العباد الكل هكاك معناها كلها باش تبدل معناها سامحني لحظه الموقف هذايا اسكو معناها على خاطر انت ما لقيتش الطفله الباهيه اللي تستحق انك تكون معاها رجله وكفازيت ذوكم والا انت هكاك تحكي لي عشره ولا تحكي لي كيفيه معناها العشره قلت لك حسبتها مره طلعت تسعه معناها ما عادش نحكيو عليها انا من العشره في التجارب نتاعك انت
انت شو اللي خليك هكا معناها تبقى بديت؟ لقيت صدر ما ارحب بدلت، لقيت خلفيه ما خير بدلت. نفس الحكايه معناها. ايه زعما المشكله في البنات خاطرهم هما معناها دركي في يتصرفوا خليك انت تبدل، والا كل واحده تتليها بخلفيتها هذيك هي معناها، وكل انت تبدل على روحك وانت تشوف معناها خذاك تشوف عنا عينين عنا مخاخ عنا نشوفوا كل حد كيفيه معناها. ما تخممش تشد واحده بركه. الله اعلم تو ما نجمش نجاوبك. الله اعلم نتقابلوا نهار اخر لهنايا تو نعاود نجاوبك تو. الله اعلم تو تو انا حكيت لك عطيتك الموجود. وهي ساعة عرفت اللي انت كذبت عليها فيها. انت باش تقول لها كاميرا باش تقول نورمال عاد في خاطر خلفيتك انا ديديكاس. وهي عارفة الزايدة اللي انت كاين باش تلقى ما خير منها. شامل لها باي 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 حتى لا كمل لها عاد باي باي. كيف تلقى ما ما خلفي صحيح ما خير منها. ما نخافش ما نخاف ما نخاف الشر يطير منك ريت ما نخاف علخ. وما كان جيت كيفها انت لا لا نهرب كان جيت كيفها راك كيف طف عليا.